اكرم غرير والكره عند فريق الكرامي وهجمه مرتده ومواجهه للمرمى. الله الله، كره على ابواب مرمى فريق الاتحاد يطير اليها. مقطوع الكرة من جانب علي خليل إلى جنبه ناحية اليمين محمد قدور، هل ينجح في أن يحرز الهدف الثاني فريق الكرامة في هذه اللحظات؟ إلى علي خليل، كرة خطيرة تعود من اليمين، يا سلام، هي خامسة لفريق الكرامة. عم نشوف الحركة البطيئة، أتوقع لم يصدق نفسه علي خليل بأنه منفرد فيها.